انضم الينا على الهواء عبر الهاتف كابتن محمود حرب المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي. كابتن محمود السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ لعلك بخير. الحمد لله والله تمام. لا حديث اليوم الا عن المنتخب الاولمبي، وانكم ما خدتوش التاشيرات او الاي دي بتاع السفر، وانكم رحتوا المطار ورجعتوا وقعدتوا في فندق نادي بيراميدز واتدربتوا عندهم في دار الدفاع الجوي. هيئه اللبس ده ايه؟ لا 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 طبعا انا هوضح لحضرتك طبعا كل حاجه، وشكرا لحضرتك مدينا الفرصه ان احنا نوضح. يعني اتفضل. مبدئيا كده احنا بالتاريخ 8/5، بتاريخ 8/5 كنا بعتنا للجنه الاولمبيه نسالها احنا لو عايزين نعمل معسكر في فرنسا قبل الاشتراك في البطوله ايه الاجراءات اللي نعملها؟ ردوا علينا مشكورين 16/5، قالوا احنا رجعنا للجنه منظمه للاولمبيات، واللجنه المنظمه للاولمبيات عامله ان الاي دي ده يدخلك فرنسا اعتبارا من 26/6، يعني قبل البطوله عشان المنتخبات اللي عايزه تعمل معسكرات. وبناء على ذلك اشتغلنا ان احنا هيجي لنا الاي دي ان شاء الله ونخش بيه المعسكر بتاعنا اللي كان محدد له يوم 10. ومرسلات بقى بيننا وبين اللجنه الاولمبيه هنا، واللجنه الاولمبيه المصريه بتخاطب اللجنه الاولمبيه واللجنه المنظمه هناك بسرعه استعجال ان يرسل لنا الاي ديات. بعتنا لهم استعجال يوم 23 ويوم 27/6 عشان يبداوا يبعتوا لنا الاي دي، لكن للاسف كان الرد بيجي من فرنسا ان لسه الاي دي لسه ما وصلش. جينا يوم 2/7. خليني بس استوقفك هنا لان ده مهم جدا، لان كل مصر كانت هتسالك انت فين من شهرين ثلاثه من سنه من اول ما صعدت للاولمبياد، فكويس اللي انت وضحت. انت بتقول خطبته من كام اول مره؟ 8/5 من شهر 8/5. يا ساتر. دي كلها جوابات رسميه طبعا يعني. وبناء على ذلك زي ما بقول لك كان الرد ان اللجنه المنظمه هناك اختارت اللجنه الاولمبيه هنا ان الدخول بالاي دي. طيب مين اللي بيعمل الاي دي ده؟ ده اللجنه المنظمه هناك في فرنسا المفروض تبعته للجنه الاولمبيه المصريه، واللجنه الاولمبيه المصريه تسلمه لي. فضلنا في المخاطبات دي مع اللجنه المنظمه هنا واللجنه الاولمبيه هنا واللجنه المنظمه هناك لغايه اخر استعجال بعتينه يوم 27/6 ان احنا يا جماعه معسكرنا خلاص يوم 10 وعايزين الاي دي بتاعنا عشان نخش. يوم 2/7 جات لنا الانفيتيشن ده كشف من خلاله بتروح تبصم في السفاره، مفروض تبصم ويكون معاك الاي دي. فالمهم جالنا الكشوفات بتاعت اللعيبه، الانفيتيشن بتاعت اللعيبه 2/7، ويوم 6/7 جت الدعاوي بتاعت الانفيتيشن برضو بتاعت الجهاز، بس كل ده جالنا ان احنا نبصم معناش الاي دي. انت عشان تخش فرنسا لازم يكون معاك الاي دي ومعاك البصمه، فاحنا عملنا خطوه مستنيين الخطوه الثانيه اللي هي الاي دي اللي بيجي من فرنسا. تواصلنا مع اللجنه المنظمه هناك ان يا جماعه خلاص سفر يوم 10 وانتم ما بعتوش الاي دي مش عارفين نخش. فعشان يتجنب هذه المشكله قال لك خلاص انتوا روحوا، انتوا بصمتوا خلاص عملتوا اول خطوه، ثاني خطوه ممكن تروحوا السفاره واحنا هنخاطب سفاره فرنسا في القاهره تحط لكم زي طابع كده او ستيكر يدخلكم فرنسا بس، يعني مش فيزا سنجل، ده معمول حاجه مخصوص تدخلك فرنسا بس عشان نحل المشكله ان احنا ما عرفناش نبعت لكم الاي دي في الميعاد المحدد. وفعلا رحت امبارح سلمت الجوازات السفر في السفاره، ومتواصلين مع اللجنه المنظمه هناك في فرنسا عن طريق برضو اللجنه الاولمبيه هنا. وبرضو احب اشكر دكتور اشرف صبحي لانه برضو داعم جامد للموضوع، وفي تواصل مع السفير الفرنسي هنا في القاهره عشان نحل المشكله دي. فاخذنا وعد منهم ان هم بكره ان شاء الله ممكن يطلعوا لنا الباسبورات الصبح، ولو قدرت استلم الباسبورات بكره ان شاء الله فممكن ان شاء الله نسافر بالليل، يعني لو ان شاء الله سلمونا الباسبورات يعني. طبعا الطائره خاصه وجاهزه للتحرك بمجرد ما تستلموا الاي دي هات. الطياره ممضي عقدها واخدت فلوسها وجاهزه كانت كتير من النهارده، بس احنا عرفنا من امبارح بالليل طبعا ان الموضوع ده يعني بناء على اللجنه المنظمه هناك بعتت لنا قالت لنا صعب ان احنا نطلع التاشيرات في يوم 10، فلو سمحتوا اجلوا سفركم يوم بحيث تدونا مساحه نقدر نتصرف مع السفاره هنا في القاهره. فاحنا لو رحنا مطار ولا رحنا غيرنا فندق، ان احنا في نفس الفندق بتاعنا في نفس ملعب التدريب بتاعنا اشتغلنا برنامجنا النهارده عادي خالص، وان شاء الله بكره برضو عاملين حسابنا لا قدر الله لو ما جاتش التاشيرات عاملين البرنامج بتاعنا هنشتغل ازاي، جات التاشيرات وسافرنا عاملين برضو البديل بتاعنا وهنسافر امتى وكل حاجه. فكل حاجه الحمد لله منظمه، لكن ارجع واقول لك هي المشكله كلها مش موجوده عندنا في مصر، المشكله ان الاي دي ما جاش من فرنسا، هي دي المشكله. فيعني لا في تاخير ولا في اي حاجه، وزي ما بقول لك كل الحاجات دي بجوابات رسميه مبعوثه. الا تتفق معايا يا كابتن محمود، ودي مش مهمتك يعني،
ولكن بما انك معايا ان هذا اللغط يعود الى ان ادارة اعلامية مش عارفة تشوف شغلها، يعني لو في بيان طلع وتقال يا جماعة بعثة المنتخب الأولمبي تواجه تأخر بسبب عدم وصول الأيديهات من فرنسا وتروح قايلة إن بدأنا مخططات من 8/5، كانت الناس هتديكم تعظيم سلام بدل من الشكل الغير محترم الذي أنت غير مسؤول عنه ولا المنتخب الأولمبي، ولكن تسأل عنه اتحاد الكورة. ليه العالم كله عنده مراكز إعلامية في الاتحادات بتاعته وعنده مواقع؟ طبعا السؤال ده مش موجه ليه، بس انا بتكلم بصفة عامة، اللغط والاهانة دي جت ليه؟ لحجب المعلومة. يعني لو طلع بيان وقال الكلام المحترم اللي انت قلته ده يا محمود، ما كان احد يتحدث ويوجه اهانة للمنتخب الاولمبي المصري. لا لا، الحمد لله. بص انا اوضح لحضرتك حاجه، كاتحاد كوره او كمنتخب اولمبي الحمد لله زي ما بقول لك احنا كله شغلنا بورق وبتواريخ وحاجات مثبته يعني. لكن وبرضه اتحاد الكوره مشكورا طلع بيان، استاذ جمال معانا بيتابع الموضوع التاشيرات، الناس كلها معانا ودعمانا. ده البيان طلع بعد ما الناس عرفت واتكلمت. هو عامه ليس محمود طرف على كلام. ايوه بس هل ده هياثر على الماتش الاولاني؟ لا، سؤال مهم جدا وهو ده السؤال. كابتن محمود خلينا فيما يخصك، هل هذا يؤثر على مواعيد المباراتين الوديتين؟ لا لا لا، ان شاء الله لو ربنا كرم وان شاء الله سافرنا بكره عادي خالص، برنامجنا زي ما هو ماتشنا. يعني جاءني الان المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه الدكتور محمد الشاذلي يؤكد ان السفر سيكون باكر وان الازمه انتهت. ان شاء الله، ما هم زي ما بقول لحضرتك دكتور اشرف متابع معانا بصراحه من اول الموضوع. تمام. وان شاء الله في وعود ان شاء الله ان احنا ناخد من السفاره ان شاء الله بكره الجوازات ونقدر نسافر ان شاء الله بالليل، دعواتكم يعني. طيب سؤالي الاخير، ابراهيم عادل اخباره ايه؟ والله لسه شغال تاهيل مع الجهاز الطبي. يعني حتى النهارده كان لسه شغال معاهم، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون جاهز كده على الاولمبياد ان شاء الله، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله ويكون معانا اساسي في اول مبارياتنا كده ان شاء الله. يعني موجود في المعسكر؟ لا موجود في المعسكر، مفيش حد خرج من المعسكر. قط رقم كام عشان اجي اتاكد؟ خلي بالك بس انا بدعمك باسلوب السوشيال ميديا. دلوقتي احنا عندنا 1,000,000 على الفيسبوك بقي خبير، ان قلت قاعد هيقول لك ما قاعدش، وان قلت مش هيروح بيراميدز هيقول لك هيروح. يعني احنا دلوقتي بنشكك في الزمن اكتر ما وبنبقى لسه قايمين من على السجاده عادي يعني. لا 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 بتقلقش، كله تمام ان شاء الله. اوعى حد يهرب يا محمود. تقلقش، كله تحت السيطره يا باشا، تحت السيطره. شكرا كابتن محمود حرب، ربنا المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي.